أما السؤال الأول فيقول صاحبه: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وكيف طريقة إحصائها؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو، ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ معناه أولا عرفها، عرف هذه الأسماء، ثانيا عمل بها، إذا عرفها يدعو الله بها ويتوسل إلى الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، وهكذا تدعو الله بكل اسم تعرفه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتتوسل إليه به. هذا معنى إحصائها، عدها، ثم دعاء الله بها واعتقادها، هذا هو إحصاؤها. وليس المراد بإحصائها أن تعدها فقط، أن تعد 99 فقط، ولكن تعدها وتدعو الله بها وتتوسل إليه بها وتتعرف إلى الله بهذه الأسماء التي عددتها. نعم.